بمنتهى الرقة ومع مكونات من صفائح متناهية الصغر هي أكثر حساسية، تجري أنيسة السلامي عملية صيانة لإصلاح ما أفسده الاستخدام الخاطئ لأحد أجهزة الحواسيب المحمولة في معهد الخنساء التجاري بتعز. المعهد الذي منحها شهادة في البرمجيات وأتاح لها فرصة العمل في التخصص ورغبة الطموح في الصيانة والهندسة. وظيفتي هنا ماسك الصيانة لجميع قطاع المعهد، هاردوير، سوفتوير، تنزيل برامج، أخلال، أي قطاع، أي خراب هنا تم استدعائي بالمعمل. يعتبر تخصص البرمجيات من التخصصات التي تحظى بفرص جيدة في سوق العمل داخلياً وخارجياً، بالنظر إلى تزايد الحاجة في الاعتماد على الأجهزة الرقمية. ليبقى السؤال عن ما الذي دفع بالشابة أنيسة لتفضيل العمل بصيانة الإلكترونيات رغم تمكنها من العمل في البرمجيات بإتقان. الدافع الأول كان بسبب الخصوصية والأمان، يعني عشان في بعض الناس المتحفظة يعني ما تقدرش تجيب جهازه لراجل عشان يعمل له الصيانة، فكانت هذه الأول. والثاني إنه كان جلس معي جهاز 3 سنين خربان وما قدرش أعمل له أي حاجة، فكان عندي دافع وإصرار إنني أخذ الحرفية هذه. بالنسبة للطالبة أنيسة صراحة تعتبر طفرة في عالم البرمجة والصيانة، خاصة كون إني طالبة وبنت، فنادرا ما نلاقي طالبة بالشكل هذا، يعني هوايته إني تعتمد على الصيانة والبحث عن القطاع والفك والتركيب، يعني نادرا ما تلاقي مثل هذا النموذج داخل أو بين البنات بشكل عام. تقول أنيسة إنها وجدت نفسها في انسجام تام مع هذه المهنة التي تعمل عليها منذ 3 سنوات وتشبع بها رغباتها، غير أن طموحها لم يتوقف عند هذا الحد، إذ قررت مؤخراً الالتحاق بدورات خاصة بمنظومة الطاقة الشمسية، فكان لها ما أرادت، وتقوم اليوم بتركيب شامل للمنظومات الشمسية رغم التقاليد في تعز التي لا تزال تنظر حتى اليوم إلى أن الهندسة في جوانب كثيرة هي حكراً على الرجال فقط. إحنا يعني ما عندناش حد يشتغل لنا في الطاقة الشمسية، فكنت أني أبدأ أشتغل في الطاقة الشمسية في البيت للجيران، يعني كذا للمحيط اللي حولي بالخفيف. حصلت على قصة نجاح في الطاقة الشمسية كوني امرأة شاركت في هذا المجال. طبعا ركبت لمدرسات، مدرسة نساء، مساجد، وقت يستدعوني المساجد عشان الطاقة الشمسية. على الرغم من ارتباط الفتاة بعدة أعمال صيانة في القطاع الخاص، إلا أنها بقيت وفية للمكان الذي منحها فرصة التعليم ومهارة الصيانة، ولا تزال تتعهد أعمال الصيانة لكافة الأجهزة الإلكترونية في معهد الخنساء بما في ذلك المولد الخاص بكهرباء المعهد. الحين زي الطابعة، آلة التصوير هذه توفر لي المجال أنني أتعلم فيه بأكثر، حتى لو احتجت أي حاجة توفر لي عشان ما تحتاجش المهندسين من برا. المولد عشان الحين ما عاد نحتاجش احنا المولد بكثرة، بس نحتاج الصيانة، وقت تغيير أديتور، تغيير صليط، تغيير كده. المعهد الآن يعتمد اعتماد كامل عليها في موضوع صيانة الأجهزة والقطاع والطابعات، يعني لولا وجود الآن أعتقد كنا بنحصل صعوبة كبيرة في الاستمرار، لأنه قلق داري وضع الحرب وهذا، فمحتاجين للصيانة ونظرا لشح الموارد، فكان من الصعب أننا أحصل على مهندس خارجي، أو لأنه يحتاج إلى ميزانية كبيرة. قدرة هذه الخريجة على صيانة الأجهزة لم تكن لولا عناء بذلته بنفسها، ليصل بها الأمر أن تدفع مقابلاً من المال لبعض مهندسي الصيانة في العمل الخاص، نظير منحها فرصة لتعلم بعض الأمور الهندسية في مجال الصيانة. بدأت بتطوير مهاراتي يعني باليوتيوب،
أتابع فيديوهات كيفية إصلاح كيفية كذا. المشكلة اللي ما كنت ألاقي لها حل كنت أروح المهندسين، يعني الشرح في الساعة، يعني أدفع لهم مبالغ في الساعة عشان أخذ المعلومات المهمة اللي تشبع رغباتي بعالم الصيانة. ولعل كسر المرأة لحواجز كثيرة والدخول في معترك الحياة أمر جاء نتاج معرفة المجتمع في تعز بأهمية شراكة المرأة وإيمانه بضرورة إسهامها الفعال في مختلف المجالات.